كابتن وليد صلاح الدين يعني بص اي يعني انا بالنسبه لي وليد صلاح الدين يعني احرف لعيب كره انا لعبت معاه في حياتي يعني. يعني انا هتكلم على الجيل اللي انا لعبت معاه وعاصرته. يعني انا كان في لعيبه كتير جدا معانا موهوبين وعندهم امكانيات، بس وليد صلاح الدين حاجه مختلفه بالنسبه لي انا شخصيا. يعني ده احرف لعيب كره انا لعبت معاه كوره في حياتي. وليد صلاح الدين لعيب من اللعيبه اللي توفر عليك الوقت والمجهود في الملعب والتفكير، دول ثلاث حاجات انت بياخدوا منك مجهود كبير جدا. فما بالك لما يكون عندك واحد زي وليد صلاح الدين يوفر عليك الثلاث حاجات دول، انت ما تفكرش يعني وانت شغال في الملعب ما تفكرش، لان هو بيفكر للناس كلها. ووليد صلاح الدين لو كان اناني شويه ومشكلته هي دي مشكلته الوحيده، يعني ان هو مش اناني، كان بيلعب كل الناس ودايما ما بيفكرش بنفسه. انا لعبت مع لعيبه نجوم وعندها امكانيات كبيره جدا، بس كان دايما تفكيرهم لنفسهم. يعني وليد صلاح الدين دايما كان عنده انكار للفرقه كلها، ودايما كان بيلعب الناس كلها، ودايما ان هو يعني ما كانش بيفكر في نفسه، كان يقدر ان هو يلعب مع نفسه. يعني انا دايما كنت اقول عليه باربع عيون، يعني هو بظهره شايفك، ما مش محتاج ان هو يلف بجسمه ولا يلف بوشه عشان يلعب الكوره، لا لا هو شايفك في اي وقت في اي موقف. فانت بيوفر عليك حاجات كتير قوي، الوقت والمجهود زي ما انا بقول لك والتفكير في الملعب. انت بس عليك ان انت تبص لعينه بس، يعني تقراه. اول لما تقرا وليد صلاح الدين جوه الملعب الدنيا كلها بتبقى سهله. يعني بقول لك انا كنت برتاح جدا، انا يعني لما انا كنت بلعب وهو بره كنت بقعد كل شويه طول الوقت عمال ابص هينزل امتى، يعني مستنيه يقوم يسخن، يعني مستنيه يقوم يسخن عشان ابتدي اخد نفسي. يعني بقول لك كان يعني بيريحني جدا. وغير كده بقى يعني هو اطيب يعني قلب ممكن تتعامل معاه. يعني انت عاده اللي بتلاقيه طيب جدا في الملعب بتلاقيه يعني مش ما بيفكرش يعني في الناس، لا 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 وليد زي جوه الملعب زي بره الملعب. يعني اي حاجه بتجيله لازم يفكر في كل الناس، يدور على ده مين مش يعني محتاج ايه، وده يعني في تفاصيل كتير انا مش عايز اقولها. بس هو وليد يعني من اطيب واجدع واحرف الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك. دفعت له كام عشان يقول الكلام ده؟ بص الكلام طالع من القلب ازاي. طبعا لا 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 طبعا طبعا ربنا يخليك يا بيبو. خالد بيبو احنا بنقول لك احنا بنشكرك طبعا انك موجود معانا، وان شاء الله استعد لحلقه من حلقات المجري ان شاء الله تكون نجم من النجوم اللي موجودين معانا.